الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، يقول هل يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه؟ كل شيء في محله، فالعنف العنف غير وارد، لكن الغلظة على الكافر، الغلظة والشدة على الكافر في محلها مطلوبة، وكذلك على المنافق الغلظة والشدة عليه مطلوبة لردعه وكف شره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله تعالى، لأنك لو تساهلت معهم زاد شرهم، تجرأوا، فلا بد من حسم وردع لهم. نعم.